اصبحنا واصبح الملك لله ولا اله الا الله سيدنا نبينا محمد رسول الله. احنا بسوق دمنهور الدولي العمومي ومعاكم قناه المواشي. اليوم يوم 18/12/2022 وتعالوا نشوفوا اسعار العجول الذكوره اللحم البقري النهارده في سوق دمنهور. اللهم صل عليك يا نبي. مساء الخير يا معلمي. مساء الفل. مساء العسل. صاحب الجو. عرفنا باسمك. انا اسمي احمد الجواري. معلم احمد الجواري منين يا معلمي؟ انا من دسوق. دي سوق انيس النهارده معلمي النهارده في سوق دمنهور. الله اكبر. بسم الله ما شاء الله. اللهم صل عليك يا نبي. صباح الفل يا شيخ محمد. عامل ايه يا غالي؟ معاك الحاج جمال برضه من هنا. الله يبارك لك يا شيخ محمد. الله يبارك. عامل ايه يا غالي؟ طبعا مزارع عايز النهارده يا شيخ محمد. مزارع عايز يا جماعه. اللهم صل على النبي. الله اكبر. اللي صلى على النبي يكسب. عليه الصلاه والسلام. اللهم صل عليك يا نبي. لبان يا شيخ محمد ولا لبان ان شاء الله. اللهم صل عليك. ما كسرت ولا سنه. لبان يا جماعه ما كسرت ولا سنه. بسم الله ما شاء الله. الله يبارك لك يا شيخ محمد. بسم الله ما شاء الله على المال يا جماعه. الله اكبر. الفاتحه والدوايم صلاه النبي عليه. اللهم صل عليك يا نبي. لبان ما كسرش ولا سنه. اللهم صل عليك يا نبي. صلى الله عليه عليه افضل الصلاه والسلام. الله اكبر. عامل كم يا شيخ محمد؟ 23300. 23300. الله اكبر. بسم الله ما شاء الله. اللهم صل عليك يا نبي. لبان يا جماعه ما كسرش ولا سنه. اللهم صل عليك يا نبي. بسم الله ما شاء الله. الله يبارك لك يا شيخ محمد. اللهم صل عليك يا نبي. معاكم حاجه غيره ثاني يا شيخ محمد؟ هو اللي باجي معانا. الله يبارك لك. هو اللي باجي معاكم. الله يصلح حالكم يا شيخ محمد. ادينا الرقم. طيب 011 020 520 86 186 180. الشيخ محمد يا جماعه مزارع عايزه طبعا تيل البارود. الله يبارك لهم الشيخ محمد. الله يصلح حاله ويصلح حال الجميع. اللهم امين. متشكرين يا شيخ محمد. الله يبارك لك ويصلح حالك. ايه اللي حسينا بقى؟ العجول الذكور اللحم البقري يا جماعه في سوق دمنهور. بسم الله ما شاء الله. اللهم صل عليك يا نبي. الله لبان ولا كسر حاجه يا حاج؟ لبان. اللهم صل عليك يا نبي. الله يبارك لكم. بسم الله ما شاء الله. الله اكبر. اتفرج وملى عينيك وصلي على حبيبك النبي. اللهم صل عليك يا نبي. الله اكبر على المال يا جماعه. بسم الله ما شاء الله. الله اكبر. عرفنا باسمك يا معلمي. ايوه عرفنا باسمك. تاير ولا جنان؟ ها؟ تاير. تاير. معلم ريب مخلوف. المعلم ريب محمود منين يا معلمي؟ مخلوف. المعلم ريب مخلوف لمغزى. دي سوق كفر الشيخ انيس النهارده في سوق دمنهور يا معلمي. الله يبارك لك. دي سوق كفر الشيخ يا جماعه. تجار اللحم التقيل. الله يبارك لهم ويصلح حالهم وحال الجميع. اللهم صل على النبي. بسم الله ما شاء الله. عامل كام الله وكيل بمرض الله يا معلم؟ هم خمس عيون على بعض. خمس عيون. بس برضه انت عارف كل عجل عامل كام برضه. الله وكله وشهيد ما ليه تملو. الله يبارك لكم ويصلح حالكم. بسم الله ما شاء الله. الاربعه التانيين فين؟ كنا صورناهم ولا جو؟ انت على ايه؟ ثلاثه انباعوا. فاضل واحد تاني. فاضل واحد معدي يعني. الله يبارك لكم ويصلح حالكم. انت على ايه؟ طب معاك رقم تليفون ناخدوه لو حد عايز عجول لحمه برضه. 010 6 واحد 1 5 5 067 كفر الشيخ وتجار كفر الشيخ. دي سوق يا جماعه. اللي عايز اي عجول ذكوره لحم بقري موجود عندهم. من عجل ال 50 عجل ال 100 عجل موجود. الله يبارك. الله اكبر. الله اكبر. اللهم صل على النبي. العجول الشرسه يا جماعه هي. بسم الله ما شاء الله. الله اكبر. بسم الله ما شاء الله على المال. اللهم صل عليك يا نبي. اي حد يتواصل معاك يا معلمي تبع قناه المواشي اليوم بالله عليك تعمل معاه واجب. صباحك ابيض. الله يصلح حالكم وحال الجميع. كفر الشيخ وتجار كفر الشيخ. الله يبارك لك يا حاج. نهاركم ابيض ان شاء الله. الله يبارك لكم. مالكم جميل والله. بسم الله ما شاء الله. الهلال في الجورة يا جماعة زي ما انتم شايفين. اللهم صل على النبي. كفر الشيخ وتجار كفر الشيخ يا جماعة. الله أكبر. أنا جاي لك أهو. اللايك والاشتراك لقناة المواشي اليوم عشان يوصلكم الأسعار يوم بيوم. أشكركم على حسن المتابعة داخل مصر وخارج مصر. هنسيبكم في رعاية الله وأمنه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.